بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنرحب بكل ساده مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده، حلقه ممتعه وشيقه جدا عن برنامج المطعم. مطعم النهارده مقدم لنا ثلاث وصفات محترمين جدا، ثلاث وصفات فعلا تستمتعوا بيهم، لان هنعمل فراخ رول، يعني مش تشيكن توكابي اللي هي الفراخ حمام الكذاب، لا هنعملها بصدور الفراخ. هنعملها بطريقه حلوه جدا وهنقدمها مع الوايت صوص وهنشوف هتبقى عامله ازاي. عندي النهارده خبز السبانخ الرائع والاكثر من رائع، اللي ان شاء الله اول حاجه خالص هعمله عشان هبدا اللي انا هسويه عندنا في الفرن. خبز محترم جدا، محشي جبنه من جوه، ممكن تحشيه جبنه حلومي او ممكن مجدوله او ممكن تعمليه بالجبنه الموتزاريلا او ممكن تعمليه بالجبنه الشيدر. اكتر من كذا صنف ممكن تعمليه. ادي العيش بتاعنا، وطبعا انا حاطه جنب بعضه عشان لما نيجي نفكه يطلع التوريقه اللي انا محتاجها. فاول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان ايه المخبوزات ديت بتفتح النفس وبتبقى خير في المكان. فانا اول حاجه خالص هبدا ان انا احط عندي العيش بتاعنا، وكالعاده بعمل الحركه بتاعتي اللي انا بحط شويه ميه صغيرين عشان البخار ده اللي انا بحطه بيبدا ينفش اللقمه عندي، ما تبقاش مكتومه، فده مهم جدا. او تجيب الصينيه عشان لو خايف اعصاك زي ما قلت قبل كده، وتحطيها وتسخنيها وتبداي ان انت تحطي شويه ميه سخنه عندي. طيب هستنى اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي بتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه، او عن طريق الرقم الدولي اللي ظاهر قدامكم. وتعالوا نخش على طول في الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما نضيعش وقت، لان الحلقه شيقه جدا. حشوه هعملها بالرز بصدور الفراخ. هو مبدئيا اول حاجه خالص اللي انا هعلق عندي على الرز عشان يلحق يستوي، عشان ده اللي هحشي بيه. فاول حاجه عندي بحط عندي معلقتين اتنين من زيت الذره، وهننزل المقادير واحنا شغالين دلوقتي. عندي زيت وبصل، الحشوه بتاعت الرز زيت وبصل خضار مشكل، هبدا اللي انا ادبله عندي على النار مع البصلايه، وبعد كده احط معجون الطماطم وقرفه خشب وشويه بابريكا وشويه ملح وفلفل، واحط الرز البسمتي بتاعي. فاول حاجه ببدا ان انا اقطع البصل بتاعنا المفروم، وهنزلك المقادير على طول واحده واحده واحنا شغالين. اهوت قدام حضرتك المقادير، على ما اقطع البصل تكون انت كتبتي المقادير بتاعتنا. لو تلاحظي انا بحب اقطع البصل، الثوم، الفلفل، الحاجات دي كلها، لانها بتفرق كتير قوي لما بتتقطع وتقعد مثلا خمس دقايق ولا حاجه او عشر دقايق. فانا بحب اخد الحاجه كلها على طول فريش اول باول، ده بيخلي النكهه مختلفه تماما بتاع الاكل. وعود خشب، قرفه خشب، وشويه شطه وملح وفلفل. بعد ما حطينا عندنا الزيت عندي شويه زيت ذره، هبدا ان انا اخد عندي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي عندي النار شويه. بصل حامي قوي، مفيش مشكله، انا عاد شويه لكن عادي، اهو بيغسل عينينا خلاص بقى. ماشي، ادي القرفه الخشب هنبدا نضيفها مع البصل، واسيب البصلايه عندي تدبل شويه مع القرفه الخشب، وبعد كده نبدا نحط عندي الايه معجون الطماطم. طيب نرجع هنا للفراخ بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي صدور الفراخ وابدا اخد الصدر كده على اتنين اعمله ساندوتش. ادي قدام حضرتك اهوت الصدر، نجيب واحد كمان. تمام، يا باشا ان شاء الله تمام. هجيب عندي الصدور ونبدا نحطها هنا، واجيب عندي كيس تاني ونجيب الصدر التاني كده، ونبدا ان انا ايه اعمل اضرب. وانت بتضغطي جامد على صدر الفراخ بالراحه عشان ما يتهريش منك.
سمكري. على فكرة أكتر شغلانة فيها فن هو شغلة السمكري السيارات. أكتر شغلانة أنا بقف جنبها كده وبديله تعظيم سلام. لما تلاقي العربية تكون مكسرة وهو قاعد إيه بيظبطها لك ويقوم جايب اللمبة بتاعته الأخيرة ديت ويشوف لك ويشوف الـ هو كان شغال صح ولا كان شغال غلط ولا في تمويجة ولا في أي حاجة. فبصراحة من الشغلانات الصعبة جدا جدا. الدق بحساب. لكن احنا لو حته اتقطعت مننا عادي بنداريها، الدنيا شغاله. تمام. البصلايه عندي بتدبل تمام التمام، ونبدا نحط لها عندي ادي القرفه الخشب مع البصلايه، ابدا احط لها عندي معجون الطماطم. ادي معجون الطماطم بتاعتنا نبدا نضيفها مع البصلايه ونبدا ان انا اقلب كل ده مع بعض. حلو الكلام ده قوي. حط عندي الخضار المشكل واقلب يا عمنا كل ده مع بعضه. وبعد كده احط شويه من البابريكا او عايزه تحط شويه شطه كمان مفيش مشكله، وعندي شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر وكل ده مع بعضه نديله تقليبه محترمه عندي على النار. نرجع هنا بقى لايه للصدور بتاعتنا الفراخ. اجيب عندي بوله كبيره عشان هبدا اللي انا هتبلها، هتبل الصدور ديت قبل ما افردها. بعد ما فردتها اهي بص صدر اهوت، بعد ما فردته وفتحته ساندوتش واحده واحده خالص عشان ما يتقطعش منك. نفس الكيس عندي بقوم حاطه هنا عشان هبدا ان انا احط الصدرين التانيين، بس بلاش اتنين ايه بوردتين فوق بعض، خليها واحده بس عشان العزم يبقى حلو. هجيب التتبيله قدام حضراتكم على الهواء على ما اشوح عندي الخضار مع البصل والقرفه الخشب والملح والفلفل وشويه الشطه ومعجون الطماطم. طيب هبدا ان انا اعمل ايه تاني يا عم حمدي؟ ببدا ان انا اجيب عندي الرز بتاعي البسمتي وابدا ان انا اضيفه عندي على الخضار بعد ما شوحته كويس جدا عندي على النار. اضيف عندي الرز. تمام. واشوح على النار كويس الرز ده عشان هو ده اللي هيحشي بيه الايه الفراخ بتاعتنا. واحنا بنحشي اصلا كده كده القرفه الخشب ايه هنشيلها اصلا من الموضوع، بس بتديني الريحه. واجيب عندي الميه السخنه تمام، وابدا ان انا اديله تقليبه. اجيب كل يمين وشمال اظبط الدنيا ونقوم ايه مغطيين على الكلام ده كله. طيب في بس ايه حبايه رز وقعت هتقعد تطلع لي ريحه، هشيلها هنضف مكاني كويس. طول ما مكاني نضيف هعرف اطلع شغل نضيف، مكانك مش مرتب مش هتعرف تطلع اي حاجه في المطبخ خالص. هجيب عندي الصدر التاني والتالت وده الرابع، حاطينهم كده برضو ونبدا ان انا هبدا ان انا ايه نفس الكلام هعمل. اكيد في فرق انتوا حسيتوه لما غيرت البورد نفسها. لو في اي تقويص عندك في البورد او البلانشة بتك مش هتعرف تعمل اي شغل، يعني هو دي اللي حصلت في دي فيها تقويصة كده بسيطة فمش هتعرفي تطلعي الشغل وهتبوظ منك الفراخ. خلي بالك من الموضوع ده.
بعد كده اجيب تاني. معلش صدعتكم النهارده شويه، انا اسف. اخر اتنين عشان عايز اعمل رول محترم، فدي اخر واحده هعملها. تمام كده، شكرا. نبدا بقى نجيب البوله ديت، نلبس عندنا جلافز ونبدا ان انا ايه اتبل عندي الحاجه ديت كلها بالتتبيله الجميله اللي انا حاططها، ميه بصل وشويه ملح وفلفل وبابريكا. وشويه بهارات وملح وفلفل اسود. نحط شوية هنا النار على ديت، وتعالوا بقى نشوف عندنا أول حاجة إيه. الفراخ فلفل أسمر. تمام تمام يا حمد، تسلم. ملح، مية بصل. أمسك البصلاية كده هيت وهي في البولة وأضغط عليها، أشيل منها أخد منها العصير بس. شوية بابريكا وشوية بهارات فراخ الاتنين مع بعض. معجون طماطم، ادي معجون الطماطم. وبعد كده عندي شويه من زيت الذره. هسيبها في التتبيله ديت ساعتين او ثلاث ساعات ولا حاجه. ولو عايزه تحط تفرديها وانت بتفرديها تتبليها مفيش اي مشكله. بعد ما تبلتها كده وسبتها هجيب ايه؟ هجيب عندي بس الجرافز ده، اغسل ايديا كويس. وبعد ما قعدتها في التتبيله نبدا بقى يا عم حمدي نجيب ايه؟ رول البلاستيك بتاعنا الاسترتش، وابدا اخد عندي صدور الفراخ دي بالراحه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها كده كلها جنب بعض. وانت بتحطها كده واحده ما خدتش تتبيله تديها التتبيله بتاعتها، نرصها كلهم جنب بعض. رول هتاكلي صوابعك وراه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما اتفقت وقلت لك، لو عايزه تاخدي الرول ده اللي قدامك ويعني تحط الصدور عندك وبعد كده تتبليها مفيش مشكله، لكن انا بصراحه بحب ان انا اتبلها تتبيله كامله وتلزقيهم كلهم كده جنب بعض. تعملوهم على شكل ظرف، خلي بالك ده تحته استرتش، ها، عشان بس تكوني في الصوره معايا. ولو في اي قطع باقيه كده بتبداي تحطيها فين؟ في النص هنا. بعد ما عملناه على شكل ظرف قدامك اهيت، الصدور كلها فردناها، ببدا بقى اللي انا ايه؟ استنى شويه لحد ما ابدا اجيب عندي الصدور بتاعتنا، لحد ما ابدا اجيب الرز بتاعنا واحطه عندي في النص. بس الرز لازم يبرد شويه. تعال نشوف اخباره ايه. اهو هد عليه النار اهو. تمام ماشي تمام كده اهو. ودي له تقليبه محترمه فوق ومن تحت، لان ما تنسيش اللي هو لسه هيخش الفرن وهيبدا يكمل التسويه بتاعته. هناخد فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله على ما الرز يهدى بتاعي هبدا ان انا احطه في النص عندي، وابدا ان انا الف عندي صدور الفراخ، وابدا ان انا احطها في فويل وادخلها عندي الفرن، وبعد كده اعمل لها الصوص بتاعنا. بعد الفاصل ان شاء الله نكمل.
رجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف عند الرز عندي زي ما اتفقنا يكون بارد شويه بعض الشيء عشان نبدا ان انا احطه فين في النص كالحشوه اللي انا بعملها لصدور الفراخ اللي انا تبلتها ايه؟ اللي انا تبلتها ميه بصل شويه ملح وفلفل وبهارات وبابريكا ومعجون طماطم وشويه زيت ذره، وسبتها في التتبيله دي لمده ساعتين. وبعد كده بعد ما فردتها كويس قوي يعني تبلتها وحطيتها وفردتها على الاسترتش. انت بس لو الموضوع صعب بالنسبه لك، موضوع اللي انت عشان ما تتهريش منك بعد ما تتبليها، ممكن حضرتك تعملي حاجه كويسه جدا اللي انت تحطيها من غير ما تتبليها وبعد كده تتبليها وتبداي تحط الرز وتلفيها وتتبليها من بره. ده برضو اوبشن ليكي لو عايزه تعملي كده. هجيب عندي الرز، بسم الله، وابدا ان انا احطه هنا في النص او في الربع الاولاني. طبعا هو ما كملش سوا لان هو لسه هيخش الفرن عندي ويكمل السوا بتاعه. ممكن تعملي بثلاث صدور فراخ بس، يعني مش شرط. ايه، انا جايب ست صدور فراخ، وزن الصدر مثلا 180 جرام 200 جرام. انت ممكن تعمليها بس بصدرين او بثلاث صدور فراخ، ما فيش مشكله خالص. بجيب عندي الزيادات دي كلها وبشيلها، وابدا اجيب الاسترتش بتاعي والف عندي الرول بتاعنا. تمام، تمام، الفه لفه بسيطه. الزيت اللي انا حطيته عليه ايه، زحلق الدنيا شويه لكن مفيش مشكله. بصي اهو اهو، تلفي كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو تلفي كويسه جدا. بصي اهيت اهو، شايفه الرول اهو. يعني نبعد ده شويه كده عشان اوريه لك عامل ازاي. بعد كده بقوم جايب عندي الفويل. يا مدام ميرفت ازيك؟ ازيك جدا والله. ازي حضرتك يا مدام ميرفت؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. على فكره انت قد ولادي، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا رب ويبارك فيك، تسلمي. والله العظيم كلنا هنا في الصعيد، انا من اسيوط، كلنا بنحب احسن ناس والله. يعني احسن ناس على قلبي والله، ربنا يحفظك، تسلمي. ربنا يخليك، ويا بخت ام انا الزين. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب، تسلمي يا ست الكل، ده من ذوقك والله. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. الله يخليك يا فندم. انا خلقت والله علشان اتصل اوصل لحضرتك، بس انا عايزه ربنا يخليك. حضرتك طلب. اتفضلي. يعني مش انا عارفه، مش هتقولولي على الهوا، بس هتحولني على الكنترول. لا اتفضلي. الله يخليك. انا عايزه بس اسم الفرن اللي جنب الثلاجه اللي حضرتك قلت الواحده من شهرين ثمنها في حدود 4000 جنيه. دلوقتي عشان ست كبيره، فعايزه حاجه في الحدود دي. طيب حاضر يا فندم، من عينيا الاثنين. ما انا كده كده فعلا لازم احولك للكنترول بس عشان ما يبقاش في مشكله ليا. فانا هحولك للكنترول وهبدا ان شاء الله يقولوا لك على الاسماء. هو معاهم الماركات كلها ان شاء الله، يقولوا لك على اللي هم اللي انا قايل لهم عليها يعني. وشكرا لحضرتك جدا. ادي الرول بتاعنا اهوت بعد ما لفيناه. بلاش التتبيله تحط فيها زيت. وحاجه ثانيه بس، عشان انا في حاجه المفروض ما كنتش عملتها، اللي انا حطيت الاسترتش كنت المفروض احط تحت فويل والف الايه الاثنين مع بعض. وما تحطيش زيت في التتبيله، يعني خد صعوبه مني شويه في اللف. هو الحمد لله ما فيهوش اي مشكله خالص، قدامك اهوت اللوف محطوط قدامك والرز جواه وما فيش اي مشكله خالص، لكن خد صعوبه شويه في اللف بسبب موضوع الزيت اللي انا حطيته في التتبيله. فتمام كده عشان بس الامور كلها تبقى واضحه بالنسبه لك. بجيب عندي الفويل اهو، وابدا اللي انا الف، وتقوم واخده دي برده حبيبي
شايف عامل ازاي بقى ما شاء الله اللوف قدامك اهوت. واحدة كمان فويل تشال بقى سهل جدا اهو. اهوت قدامك اهوت اللوف بتاعك بتشال معاكي وما فيهوش اي مشكله خالص. بنبدا اللي انا اخده فين؟ عندي على صينيه، صينيه كبيره زي ديت، كل حاجه بالمقاس ومحسوبه. ونبدا اللي انا احطها فين؟ في الفرن عندي على درجه حراره كام؟ 190 درجه حراره، 190 يعني درجه حراره فوق المتوسطه. والخبز اللي احنا دخلناه في الفرن في الاول نطلعه، خلاص خد التسويه بتاعته. واخد عندي الفراخ دي بسم الله الرحمن الرحيم وندخل عندي الفرن. ويا ريت وانا بدخلها الفرن اضيف لها شويه ميه صغيرين قوي، شويه ميه كده في على الفراخ. تمام، شويه الميه دول مهمين قوي. اول حاجه عشان لو الفرن عندي حامي ما يحرقليش الفراخ من تحت، فالميه ديت بتحافظ لي الحاجه تطلع معايا مظبوطه وما فيهاش اي مشكله خالص. دي كان بالنسبه لرول الفراخ اللي احنا عملناه، ولسه هنقدم معاه الصوص بتاعه. خش بقى على الخبز المحترم اللي هو بالسبانخ، نحط فيها المقادير بتاعتنا، الحليب والسكر والخميره. المقادير قدام حضرتك نازله، نكتبها 2 معلقه خميره ومعلقه كبيره من السكر وربع لتر من الحليب، وبعد كده عندي نص كيلو من الدقيق، وبعد كده عندي معلقتين كبار سكر، ده غير اللي انا احطهم في العجينه في الاول، وبعد كده عندي كيس سبانخ هحطه في الكبه وهرسه واخليه ناعم جدا، وبعد كده علبه زبادي صغيره وشويه ملح، وعندي ربع كوب من الزبده الصفراء اللي انا هبدا احطها في الاخر خالص. الحشوه بقى جبنه شرايح، جبنه شيدر، جبنه حلومي، اي نوع جبنه انت حضرتك عايزاه تبداي تشتغلي فيه. يلا بينا نبدا نشوف هنعمل ايه. الوجه طبعا سمسم وحبه البركه، وعندي سائل تلميع ممكن المعه، ممكن اسيبه كده من غير تلميع لان في زبده عندي. اول حاجه باخد عندي الحليب والخميره والسكر. نبقى يا شباب بارك الله فيكم الزبده. ادي الحليب يا دوبك يدفع على النار، يعني يا دوبك تدفيه بس على النار، وبعد كده تقومي حاطه عندك معلقه كبيره من السكر. السكر اللي انا بحطه ده طبعا بينشط الخميره، وعندي معلقتين من الخميره، ونقلب الخليط ده كله مع بعض. تمام بالظبط كده. طبعا لو احنا خدنا اللبن الحليب انا بدفيه بس، مجرد ما انا بدفيه بيدوب الخميره والسكر ويفعل العجينه على طول. لكن فعلا زي ما عم حمدي بيقول لنا، لو اللبن سخن قوي الخميره مش هتشتغل معاكي، والعجينه هتطلع مقطعه معاكي، مش هتشد معاكي عرق. نقوم واخدين الدقيق حاطينه هنا في العجان، والسبانخ عم حمدي نجيبها البوريه اهيت، نحطها في الكبه ونبدا ان انا اهرسها تبقى معجون معايا. نقوم حاطينها مع الدقيق، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الزبادي، علبه الزبادي، وبعد كده عندنا السكر معلقتين 2 من السكر. حاضر يا باشا من عينيا، وشويه ملح. تسلم لي. وابدا ان انا كل ده مع بعضه اعجنه. نقوم حاطين الحليب بالخميره، ويا ريت الحليب والخميره ده نسيبه شويه، يعني ما نستعجلش عليه ونبدا نعجن. سيبها ربع ساعه، بعد كده نبدا نعجن بالخليط بتاع الحليب. واصحى للكلام بقى كله مع بعضه في العجان. الحمد لله بالسلامه. احنا لسه في اول اليوم. بعد كده عندنا الزبده، ابدا
بحط عندي الزبده بقى بتاعتنا، ربع كيلو من الزبده بصي وهي في العجان كده، ببدا ان انا اسقط عندي الزبده الطريه في العجان، ربع كوبايه من الزبده، ايوه ربع كوب من الزبده، يعني تلات معالق كبار من الزبده. تمام كده يا استاذ ايه؟ نبدا نعلي العجينه عليها. وأوريك العجينه من جوه اخبارها ايه دلوقتي، بس بعد ما تتخدم كويس والزبده تكون طريه وبنحطها اخر حاجه. يبقى انا هنا حاطط على النار زي ما اتفقنا العيش بتاعنا خلاص طلع، حطيت مكانه الفراخ والرول اللي احنا حطيناها في الفرن. تعال بس نشوف العجينه عامله ازاي. ممكن ده سن دقيق بسيطه كمان ونعلي. حته عجينه والله حق ملبن ما شاء الله، تاكلي صوابعك وراها. حط دقيق، بعد كده نقوم واخدين عندنا العجينه. بص العجينه نازله عامله زي الاستك ازاي من العجان، هو ده المطلوب اثباته. والعجينه لونها عامل ايه؟ من السبانخ اهي. نبدا نعجن العجينه ونخدمها كده بايدينا ونسيبها تريح طبعا ربع ساعة، وبعد كده نرجع لها ونشتغل بيها تاني. بص ما شاء الله الملمس بتاعها عامل ازاي، والزبدة عاملة فيها شغل عالي. وديها شوية دقيق من فوق ونسيبها عندي تريح شوية. طيب بعد كده ما تريح معايا هبدا ان انا اخدها وابدا ان انا احشيها بالجبنه بتاعتنا، هنشوفها ان شاء الله ونشوف التفاصيل بتاعتها، عشان دلوقتي هبدا ان انا اعلق عندي على الصوص اللي هو الخاص بالفراخ، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لكم بعد الفاصل وببدا اعمل الصوص بتاعي اللي انا هبدا اعمله بقى ايه للفراخ الجميله الرول، الريحه الجميله اللي هتبدا تطلع عليا وهي كده شغاله. بقوم مديها الزبده عليها عشان الطاسه سخنه، فحطيت الاول زيت والبصل وبعد كده اقوم نازل عندي بالايه بالزبده بتاعتنا، واسيب البصلايه ديت تاخد لون يكون ذهبي فاتح وهي شغاله كده. بقوم مديها ايه سنه من الفلفل الاسمر، ويا سلام لو مجروش، يعني تجيب الفلفل السيح كده تقوم مدققه حاجه بسيطه كده دقاه بالمبط بتاع الفراخ اللي احنا عملناه في اول فاصل. حطي الفلفل الاسمر مع البصل في الاول، نجيلك تست روعه. نخش على يا عم على العيش اللي احنا بدانا اللي احنا نريحه ونشوف هيبقى عامل ازاي. ادي لقمه العيش بتاعتنا اهو، تمام. السبانخ بقى لازم حضرتك تكوني حطاها في الكبه، عارفه الكبه بتاع المفرمه اللي هي بتعجن الحاجه اللي هي بتطحني فيها الحاجه، المطحنه مش الكبه. الكبه هتطلعها لك قطع صغيره، لكن المطحنه هتطلعها لك بري، تطلعها لك معجون، فتلاقي اللون بتاعها لون العجينه اللي حضرتك كده شايفاه لون اخضر. وقبل كده عجننا المكرونه وشفناها باللون الاخضر، فلازم تعجني السبانخ كويس واعجنيها بالميه بتاعتها، يعني ما تصفهاش وتعجنيها لا اعجنيها بالميه بتاعتها تطلع معاك ان شاء الله مظبوطه وزي الفل بامر الله. حط عندي ايه بقى هنا؟ حط عندي معلقه من الديمجلاس الباودر ومعلقه دقيق صغيره، عشان في ناس ساعات ما بتحبش الديمجلاس يبقى كتير، فبحط دقيق مع ديمجلاس ومع شويه ميه صغيرين.
وهقلبهم كويس جدا، وابدا احطهم فين على البصل. بعد كده احط عندي الكريمه، مقادير الصوص هينزل دلوقتي. ده الصوص اللي انا عامله لايه؟ للفراخ بتاعتنا اللي هتطلع من الفرن، وهبدا اهد عليها النار. طبعا لو لقيتها تقيله شويه ممكن تديها شويه ميه صغيرين، هد على النار خالص، ممكن اديها شويه ميه صغيرين. واقدمها مع الفراخ على طول. مقادير الصوص قدام حضرتك اهيت، بصلايه مفرومه، ربع لتر من كريمه طهي، 2 معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الدقيق، ومعلقه كبيره من الديمجلاس الباودر. ممكن تحط الدقيق مع البصل وبعد كده تحط الديمجلاس في ميه وتدوبيه، او تحط الاثنين مع بعض وتقلبيهم كده. الصوص عندي يكون جاهز اللي انا اقدمه مع الفراخ بتاعتنا. نرجع بقى لايه؟ للحاج الحلو ده، السبانخ. هوزع بس التوزيعه المظبوطه، حاول تخلي ايديك ايه ميزان. كبيره شويه، نصغر. واجيب عندي الصاج اللي انا هبدا اشتغل فيه، احط فيه شويه دقيق، وابدا ادق عندي العيش بتاعنا. احط عندي الجبنه هنا في النص كاني بعمل عيش بالظبط، وتخلي اللحام من تحت تاني برضو اهو. هم جايبين الجبنة، أي نوع جبنة عند حضرتك تجيبيها، تبدأ تقفلي كده. حطيها من كل مسافة وسافة كده بين التانية عشان تطلع تبقى مظبوطة معاكي. حته لقيتها صغيره تكبريها عشان كله يطلع مقاس واحد، وتحط الجبنه في النص وتبداي تقفلي. طبعا دي موتزاريلا صوابع، في حلومي برضو، الحلومي تقدري تجيبيها وتشتغلي منها، هتاكلي صوابع كلها فعلا عيش. ده دي العجينه احنا عاملينها لك على الهوا. نحط اللقمة، نقفل. كده كده لما يخمر بقى كله هيطلع مع بعضه، يعني اتفرجي اصلا بعد ما العجينة دي كلها كل ده هيطلع يخمر مع بعضه، والجبنة تبقى سايحة جواه، وهيبقى حاجة ممتعة جدا. نضيق شوية عشان واخد كمان يعني يطلع عالي معايا، هيبقى حلو قوي ولذيذ. اخر واحده تقومي جايباها ونقفل بيها بالجبنه، اهي قدامك كده. اللحام بقى تكون ايه تحت شويه عشان تطلع مظبوط. بعد كده تقوم عامله ايه، مخمراها تخميره محترمه، وبعد كده تبداي اللي انت تحطها فين، في الفرن عندك درجه حراره 190، وتعملي زي ما احنا اشتغلنا في الاول خالص. تعالوا نعمل بقى السلطه الجميله جدا، ركزي فيها وشوفي هنعملها ازاي عشان لها تفاصيل على ما العيش بتاعنا يخمر. هقطع كله كاريهات،
بنزوة، دي نوع من انواع السلطات الجميله قوي، ركزي فيها بجد ان شاء الله هتعجبك قوي. خس كابوتشا بنجيبه، وبعد كده بجيب عندي فلفل الوان. يلا يلا نكتب المنيو معانا ونشوف هنعمله ازاي. السلطه بتاعتنا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وبعد كده عندي صدور فراخ هجيبها واشويها صدرين اتنين، وبعد كده عندي اوراق من الجرجير، عيش شامي محمص، والمانجا بقى. يعني المانجا دي اهم حاجة فيها، مانجا في السلطة ازاي؟ جربي بس وشوفي، يعني جربي المانجا من غير ما تحكمي على اي حاجة، جربيها وشوفيها في الطعم. بس مش اي مانجا بتجيبيها، بتجيب الزبدية الناشفة، الزبدية الناشفة اللي احنا بنعمل بينها المانجو شانتيه. المانجو شانتيه دي نوع من انواع برضو اللي في يعني بتوع شرق اسيا، هم اللي طبعا عارفين الحاجات ديت لانها مشهوره جدا عندهم. بيجيبوا المانجا بيقطعوها شرايح وياكلوها مع ملح وشطه، بس الناشفه تمام. فمع السلطه احنا طول عمرنا بناكل المانجا حلو، لكن ما جربتهاش مع السلطه، جربيها بس وشوفيها تبقى عامله ازاي، بالذات اللي هي الجامده. هجيب عندي الحمراء ومقادير الصوص، صوص الفينجريت اللي هو طبعا عصير ليمون وزيت زيتون، وبعد كده بحط زبده فول سوداني مع السلطه. سلطه عالميه مشهوره على فكره ومعروفه. وجربيها. زبده فول السوداني بتحط مع الصوص نفسه، بحط معلقه من زبده فول السوداني، ببدا ان انا احطها في الميكرويف بسيحها شويه، وابدا ان انا احطها مع صوص الفينجريت اللي هو زيت زيتون وعصير ليمون. بحط عندي اوراق جرجير، ادي اوراق الجرجير. اجيب عندي المانجو زي ما انتم شايفين، المانجو اللي هي الزبديه الناشفه مش الزبديه الطريه. شوفيها في المانجا تبقى عامله ازاي في السلطه، مش بهرج، وشوفيها تبقى عامله ازاي. انا عارف الناس هتستغرب مانجا ازاي، يعني هي طبعا ثقافات موجوده، انا بحاول انقل لك ثقافات عالميه وبوريها لك هنا في برنامج المطعم، وانت شوفي اللي ينفعك ايه واعمليه. وسيبيها تتعتق كلها من بعضها المانجا ديت، والمانجا تكون ايه ناشفه على قد ما تقدري، ما تبقاش طريه. لان يعني المانجا اصلا خضار مش فاكهه. تمام، بعد كده بقوم جايب عندي العيش، بقطعه العيش الشامي، ببدا ان انا احمصه في الفرن واقطعه عندي مكعبات واضيفه مع المانجا. ونقلب تقليبه محترمه ليها. كله هيدوق وهيشوف الطعم بعد ما نخلصها هيبقى عامل ازاي. هنبدأ نجيب عندنا زيت الزيتون، ادي زيت الزيتون، ده صوص الفنجريت بتاعنا. بحط زيت الزيتون وابدأ احط عندي العصير الليمون واقلب كده بسرعة عشان يعمل الدريسنج اللي انا هعمله لايه للسلطة نفسها. بص بدأ يعمل ايه، بدأ يتقل معايا اهو طبيعي. حط زيت الزيتون مع الايه وزيت الزيتون البكر كمان، فبيبقى عندي بالشكل بالكثافه اللي حضرتك كده شايفاها. وبحط بعد كده زبده فول سوداني، بدوبها شويه، وبعد كده ابدا ان انا احطها على السلطه من فوق واوزع عليها صدور الفراخ. خلينا نشوف ان شاء الله الكلام ده لكن بعد الفصل.
وده الرول بعد ما طلع رول الفراخ الجامد اللي بعد ما هو لازم يطلع ويبرد وبعد كده تبداي ان انت تقدميه عشان تعرفي نعرف ان احنا نقطعه، لكن ده لسه طالع من الفرن فطلعناه على طول مباشره وحطيناه في طبق التقديم وبدانا ان احنا نقدمه زي ما حضرتك شايفه. لكن انت لو حطيه وقدمنا الصوص عليه اللي احنا عملناه من فوق تاكل صوابعك ان شاء الله وراه، وده بالهنا والشفا. ده الطبق الاولاني بتاعنا اللي احنا بدانا فيه الحلقه بتاعتنا، وبعد كده المخبوزات اللي احنا عملناها وبتبدا تخمر واحده واحده. طيب السلطه عندنا زي ما اتفقنا يا عم حمدي الصوص الفينجريت بتاعنا اللي انا زيت الزيتون واحط عليه معلقه زبده فول سوداني اهو قدام حضرتك اهو، كلها يعني كلها حاجات للسلطه وتستمتع بيها، شويه ملح صدقيني والله الحاجات دي بتدي طعم مختلف تماما للسلطه تستمتعوا بيها فعلا جدا. نبدا ناخدها ونرصها على السلطات بتاعتنا. كلنا ساعات بنروح فنادق ونشوف في الام فيه سلطات نلاقي الطعم بتاعها مختلف، طب عايزين نعمل زيها اهي. ديت من انواع الجميله من السلطات. وبعد كده نقوم واخدينها عندنا في البوله الخاصة بالسلطة ونقوم حاطينها من فوق كده. ونقدمها مع صدور الفراخ اللي انا شويتها. صدور فراخ مشوية. قدام حضرتك اهي. الشكل النهائي بتاعها. ودي السلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها، اتمنى ان شاء الله حاجه تنول اعجابكم زي ما اتفقنا. المخبوزات او الخبز اللي انا عملته نشرحه سريعا احنا عملنا ازاي. حطينا معلقتين اتنين من الخميره، بعد كده حطينا ربع كوبايه من الحليب، وبعد كده حطيناه على النار مع معلقه من السكر، وبعد كده بعد ما خمروا لمده ربع ساعه وارتاحوا حطيناهم في العجان. العجان كان فيه ايه؟ نص كيلو من الزبده، نص كيلو من الدقيق، حطي معلقتين كبار من السكر، حطينا شويه ملح صغيرين، وبعد كده حطينا نص كيس من السبانخ جبته اللي هو الفروزن، وبدات ان انا احطه في المطحنه انعمه جدا وحطيناه في العجينه. وبعد كده بدانا نعجن بالحليب اللي انا حطيته على النار والخميره والسكر اللي هم استريحوا ربع ساعه، ضفناهم على العجينه وسيبناهم عندنا يتعجنوا، وبعد كده اديتهم ثلاث معالق كبار من الزبده اللي هي ربع كوبايه من الزبده الطريه. بعد ما اتعجنوا سبتها يرتاح ربع ساعه، بدانا ان احنا نشكلهم زي الساندوتش بالظبط اكني بعمل خبز فينو، وبعد حط بعد كده الجبنه الحلومي او الجبنه الموتزاريلا، وابدا ان انا اقفلها واحطهم برصهم جنب بعض كده في الصاج واسيبهم عندي يخمروا لمده بالظبط ربع ساعه. بعد كده او ربع ساعه في الجو اللي احنا فيه ده، لو مفيش تخمير عندك بتجيب اي دولاب عندك وتحط فيه ميه سخنه ويبدا الحاجه عندك تخمر معاك كويس جدا. بعد كده عملنا السلطه اللي احنا عملناها اللي انا جبت خس كابوتشا وحطينا فلفل الوان وحطينا نفس الكلام جرجير اوراق جرجير، وحطينا برضو المانجا الزبديه الخضراء قطعناها مكعبات كله كاريهات وحطيناهم وقلبناهم مع بعضهم، وحطينا الفراخ من فوق وعملنا صوص محترم جدا، صوص الفينجريت اللي هو زيت زيتون وليمون وعصير ليمون، وقلبناهم مع بعض، وبعد كده حطينا زبده فول سوداني سايحه وقلبناهم وحطينا الفراخ عليهم وقدمناهم بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. بشكركم جدا، واللي ما شافش الحلقه ان شاء الله يتابعنا في الاعاده من الساعه 8 للساعه 9:30 او من الساعه 7 اعتقد ل 8:30. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. السلام عليكم.